هم اللي بيعلنوه. يعني احنا عندنا هنا سمسار من دمياط الصبح الساعة 11 بيبدأ يعلن عن السعر، السعر المعلن عنده 21 جنيه يوميا. طبعا في تنفيذ بقى زي ما انت عايز، كل واحد وشطارته. طب انا النهاردة انا مجبر ان انا بيع ب 18 جنيه، طب ببيع ب 18 جنيه ليه؟ مجبر ليه؟ لان انا النهاردة فرختي تقلت وانا قاعد على امل انت يعني عدت ال 2 كيلو ونص، بعد 2 كيلو 800 3 كيلو. النهارده الفرخه دي انت عامل 2 كيلو 700 2 كيلو 800 تمام. انا قاعد بقى الاربع خمس ايام مؤخر في معادي على امل ان السعر يرفع، والسعر ما بيرفعش. عمال تاكل علف، عمال باكل في علف، وفي في غلو في غلاء العلف اللي موجود ده دلوقتي، وعمال باكل. يعتبر التتقيل او ان انا اعلف ده مش مصلحه، ان انا اتاخر مش مصلحه، ولكن انا عندي امل ان السوق ممكن يرفع. انت وصلت ان انت بتوزع في الدوره الكتاكيت حوالي مليون كتكوت، انت اللي قلت لي صح كده؟ بالظبط. وكمان عندك حوالي 1000 طن علف برضه بتوزعهم. تمام بالظبط. ايه اللي خلاك وسعت قوي كده في التصميم؟ اي واحد يا استاذ محمد عنده حلم. انا بدات الشغلانه دي ب 700 فرخ فوق السطح. 700 فرخ. 700 تمام. فرخ فوق السطح. ها. بدات اوسع لان انا عايز اكبر في الشغلانه، وانا حابب الشغلانه، انا شغال في المجال وحبه، فبدات اوسع واخد عنبر واثنين وثلاثه. احنا في الخسائر دي بقالنا كتير بالنسبه للخساره اللي احنا، بس ما احناش عارفين نكمل، يعني هنوصل لحد فين. انا شغال ومديون، ورغم كده على امل ان انا بوسع، بس ممكن في يوم من الايام زي ما بيحصل الشغلانه تختلف وتتحسن.